مثل ما أنت بتحبي تماما. لما كانت تفيق الصبح بكير أول شي كانت تلبس الشحاطة برجلها. وش كايلا؟ الكلمة بعد عن طريقنا ويهرب فورا. وأخذت دفتري؟ هيك تمام. الأولاد اللي هون عن جد حالتهم صعبة يا عمي. هلأ سجنتي ونحكم عليكي مضطر إني أقلك. خلاص عم كتير هنيك حبيبتي. مستحيل تنسى، ما فهمت أبداً، ما هيك؟